وبنشكركم على حضوركم، وبنترك الكلمة للأستاذ قيس ممثل أعمال. بالمناسبة مركز أبحاث الأراضي ومثلا بالأخ جمال العملة والوفد المرافق لهذا العام في رصد وتحديد الانتهاكات الإسرائيلية على الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية بكل الأراضي الزراعية سواء الإنسان الفلسطيني، حتى أنتم أمين في تزويد هذه المتحدة أو المحاكم الدولية. المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده مركز أبحاث الأراضي في نهاية كل عام هو صرخة توجه للعالم من أجل الانتباه لحجم الانتهاك الصهيوني تجاه الأرض الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين في مساكنهم وفي مزارعهم وفي ثمارهم وفي أبنائهم وفي حقهم التاريخي في أرضهم. الصرخة هذا العام هي موجهة للعالم بأن يتوقف عن هذا الصمت المريب وهذا الصمت الذي يجب أن نصنفه في خانة أنه معادي، لأن من يقف صامت أمام الظلم التاريخي وأمام هذا الاحتلال الذي يتحدى الشرعية الدولية في الحقيقة من يقف صامتا هو كمن يقف مساندا للظلم وللاحتلال ولمخالفة الشرعية. على هذا العالم أن يثأر لمقرراته ولاتفاقياته الدولية التي ينتهكها هذا الاحتلال. أطلق يد المستوطنين من أجل تطوير البنية التحتية للاستيطان في الضفة الغربية، استكمال عملية السيطرة على رؤوس الجبال الفلسطينية، توسيع المستعمرات بما يقطع الطرق على الفلسطينيين من إمكانية توسع مدنهم وقراهم، منع الفلسطينيين من توسيع خربهم وقراهم في المنطقة المصنفة جيم، تسجيل أراضي القدس الشرقية بأسماء المستوطنين في عملية في منتهى الخطورة وخارجة عن القانون الدولي وعن الشرعية الدولية وهي مخالفة لكل الاتفاقات.